الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا سامر؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كله تمام؟ كله تمام. اولا الف مبروك على الجواز. ربنا يخليك. تسلم لي يا حبيبي. انت ان شاء الله. انا الحمد لله كله تمام يا رب. ان شاء الله نشوف بقى الاولاد كده كتير كتير. طيب حاضر باذن الله كتير يا رب. ربنا يرزق بيه. احكي لي انت بقى ان شاء الله. عندك حلم زي الافلام ولا اتحقق ما اتحققش؟ رميته ونسيته؟ ايه وضعك؟ هو انا كان عندي حلم من حوالي 8 سنين. كان نفسي يبقى عندي مكان كبير. كنت انا يعني عايز اسميه بروبلم سولفنج، حل المشكلات. كشركة يعني ولا ككيان ولا كايه؟ مش فاهم. لا انا كان نفسي يكون ككيان، مكان كبير. زي شركة كبيرة. يدخل فيها الشخص عنده مشكلة ايا كان بقى المشكلة ايه، يطلع انسان جديد حلل المشكلة دي. الله ايه ده حلو ده. بدأتها ببيج على الفيسبوك، سميتها حتى بروبلم سولفنج. كان الكلام ده من 7 سنين. بس اكتشفت ان المشاكل كلها كانت عاطفية، يعني واحد انا صاحبتي حل برضه صاحبي مش مشكلة. بدات احل واتكلم، بس اكتشفت ان انا يعني قلبت، معلش اسامه منير، يعني حسيت ان انا قلبت اسامه منير. مش مشكله بس على الاقل برضو يعني اسامه منير ده يعني من نجوم في المجال ده. بس انت برضو الشخص اللي جاء لك بتحاول تساعده. مظبوط. بس انت بس دارس بقى حاجه زي كده ولا انت بتحل كده؟ كنت واخد كذا كورس في البروبلم سولفنج، بس يعني حسيت برضو ان انا لا محتاج ان انا اقوي نفسي شويه، ان انا اقدر اساعد الناس بشكل علمي، مش مجرد ان انا بسمع مشكلتهم بس. انا كنت مخلي الموضوع مشاركه، يعني مش بدي رايي انا بس، لا بخلي الناس تشارك، ويعني مخابه من استشار، يعني هو بيقول مشكلته والناس تبدا تقول الردود وتشوف الموضوع ايه. بس هو مش ده كان حلمي بشكل يعني واضح. كان حلمي ان يبقى لا يبقى في دراسه، ويبقى في كذا حد بيقعد معاه، وبنسمع مشكلته بالظبط ايه ونساعده ونحلها. طبيه، مشكله عايز يعمل عمليه تجميل في جزء معين فيه، عنده مشكله في شغله، في اسرته، في كل ايا كان المشكله ايه. بيدخل المكان ده يخرج انسان جديد. بس طبعا يعني الموضوع كان صعب شويه بالنسبه لي، فاول حد دلوقتي ما اتحققش يعني. فانت قفلت الليله بقى خالص كده؟ هو البيج موجوده بس ما فيش عليها قبال يعني. طب اسالك سؤال، مع ان الفكره هايله، خلي بالك ان البني ادم يعني مش ممكن، مش لازم انت تتطرق لحته حل المشاكل. مش ممكن انت تعملها مثلا زي حاجه زي كومفورت زون، او فكره ان البني ادم لما يكون عنده مشاكل الدنيا والاخره، بدل ما هو يروح كده يطفش من البيت هنا ويروح يقعد في المكان ده لمده ساعتين يريح اعصابه، مصحه نفسيه. ممكن طب برضه. ايه عجبتك الفكره؟ هي الفكره حلوه، بس يعني انا حاسس ان هي لو عايزه تتعمل بالشكل اللي انا بفكر فيه، هي محتاجه برضو الكوست بتاعها يكون عالي شويه، ان احنا نعمل مكان كبير وفي متخصصين ويسيع، ان احنا نسمع الناس دي ونحل مشاكلها. حاسس ان هي الموضوع برضو مكلف شويه. انت حلمك زهقت منه شكلك، فخلاص. لا خالص. ما بقاش حلم. لا ما زهقتش منه بيهد. يعني في يوم من الايام هيحصل. لا ما زهقتش منه. هو إيه من يوم من الايام؟ ايه ما احنا دلوقتي نعمله. ما بحبش اللي بيأجل، عارف؟ انا دي مشكلتي انا كشخص، كبني ادم. اي حد بيأجل اي حاجه كده بتجنن. انا وبعدين ده بيقول لك انا حاسس ان انا حامي على طول. يلا دلوقتي بقى، يلا دلوقتي، ما يلا دلوقتي. طب قول لي ابدا ايه الخطوه الاولى؟ ارجع تاني على الفان بيج وشغل الفان بيج. مش لازم ان انت توجه حل مشكله بعينها، لقد ما انت ممكن تعمل كوتس او افكار للبني ادم ان هو يتبعها في حياته، ان الامور تتحل. ولا ايه رايك؟ مظبوط. وانا بجد عايز احييك كمان على الموضوع، الحلقه بجد حلو جدا. وعايز اشكر كل الناس يعني اللي اختار بالذات الموضوع ده، لانه موضوع يعني الفعل ما بيعرفش يحقق حلمه، بيحس ان هو مش عايش او خلاص حياته راحت كده خلاص. بقول لك انت مش عارف، مفيش حد بعينه عايز تشكره؟ لا في يعني يعني انا هو في شخص، هو في شخص معين انا يعني هو شخص ولا شخصيه يعني راجل ولا ست؟ لا راجل. انت على الراديو طلع على الراجل يوم الساعه 10 12 بالليل جاي تشكر الراجل. طب اتفضل يلا معاك. هو بصراحه هو شخص، هو بالنسبه لي هو حاجتين في بعض، هو حاجتين غريبه يعني. هو بالنسبه لي يعني رول موديل، وفي نفس الوقت هو حاجه غريبه هقولها، هو بالنسبه لي حاجه محبطه. محبطه؟ اوكي. ليه؟ يعني في نفس الوقت هو رول موديل ليا ومحبط، لان انا حاسس ان صعب اوصل ليه، يعني اصعب اوصل للكيان او الشكل اللي انا لا يبقى بلاش تقول اسمه، بلاش تفكر بالطريقه ديت، ومفيش حد صعب انك توصل له. التوفيق كله ليك، نورتني.